يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة حق عليها أن لا تشاهد التلفاز بسبب ظهور الرجال على هذا التلفاز؟ لا شك أن هذا أحسن لها، لأن المرأة ضعيفة، وإذا رأت الرجل في التلفاز تعلمون أنهم يتهيئون للظهور بالملابس الجميلة والمحسنات، والنساء ضعيفة، فكونها تبتعد عن النظر في التلفزيون لا شك أنه أفضل لها. نعم.